وهو أول إصدار في تطوير الذات والتنمية البشرية. الآن هو متوفر في جميع أفرع مكتبة جرير، وأيضا متوفر بباقي الدول عبر رقم تليفون رح أترك لكم إياه بصندوق الوصف، وأيضا بأول تعليق فيكم تتواصلوا مع دار البيان العربي. مساء الخير، اليوم سوف نتكلم عن تجاهل الرجل، وتجاهل الرجل تختلف أسبابه عن تجاهل المرأة. صحيح في نقاط مشتركة بالأسباب وأيضا في نقاط مشتركة بالحلول، ولكن في نقاط أو في بعض النقاط هي أساسية بتميز أو بتفرق بين تجاهل الرجل وتجاهل المرأة. من ضمن وأهم هيدي الأسباب عند تجاهل الرجل، يعتقد الرجل أنه عند عندما يتجاهل المرأة هو بيكون عم بحقق رجوليته أو عم يفرض سيطرته على المرأة، ويعتقد أيضا أنه إذا بقي يهتم فيها ويكون رومانسي معها طوال الوقت هيدا الشيء بيقلل من رجوليته. والخطأ الفادح هون أنه بالفعل المرأة التي تستخف بك والتي تتعمد إخضاعك يجب استعمال معها القليل من التجاهل، بينما المرأة التي تهتم بك وبتبادلك نفس المشاعر وما غلطت بحقك لا يجب أن تستعمل معها سلاح التجاهل، لأنه يمكن ينقلب ضدك، ويمكن هيدي المرأة يكون عندها عزة نفس وكرم وبالتالي تتجاهلك هي أيضا وهيك رح تخسرها. تاني سبب هو بكل بساطة أنه غير ناضج، يعني هو بشخصيته هيدا الرجل ما عنده نضوج عاطفي، وبيعتقد أنه إذا تجاهلك رح يعلقك فيه أكتر ورح تحبيه أكثر، وهيدا أيضا المفهوم خاطئ ينطبق على بعض النساء، ولكن مثل ما قلنا نساء كتار خاصة اللي بيشاهدوا محاضراتي ومحاضرات غيري مش رح يوقعوا بهيدا الفخ. هون بهيدي الحالة رح اشرح لك كيف تتصرفي معه، ولكن خلينا نكمل أسباب هو يتجاهلك، لأنه بالفعل هو بطل يحبك ولأنه هو بالفعل ما بده إياك. والسبب الأخير أنه يريد استغلالك أو بده يحصل منك على شيء معين أنت رفضتيه، ربما طلبات جنسية أو غيرها، وأنت رفضتي له أي طلب سواء كان جنسي أو غيره، وهيدا الشيء خلاه يتجاهلك لا يبتزك وتشتاقي له، وبالتالي تقولي له أنا مستعد ارجع لك وقدم لك اللي بدك اياه بس توقف عن تجاهلي. وهيدي ايضا ما بيكون بحبك وبده يستغلك، وايضا رح اعطي طريقة التعامل. بكل هالاسباب انت مش غلطانة بحق الرجل، ولكن قد يتجاهلك الرجل نتيجة اما انت بدأت بتجاهله او غلطت بحقه او هنتي او جرحتي او عملتي اي تصرف. بهيدي الحالة بتروحي وبتعتذري مرة واحدة فقط، اذا قبل اعتذارك بيكون منيح، اذا ما قبل بتسكتي وبتقعدي عجنب. ولكن اليوم نخصص هيدا الفيديو للأسباب اللي ذكرتها بالاول، واللي هو انك مش غلطانة بحقه ولا تصرفتي اي تصرف مهين ولا جرحتي ولا عملتي اي شيء. العبارة اللي لازم تقوليها عندما تتواصلي مع هذا الرجل بعد تجاهله أو خلال تجاهله لإلك، أنت بتسألي بكل بساطة كيف معنوياتك أو كيف نفسيتك أو هل أنت بخير أو أنا صراحة عطلت همك، أنت فيك شيء أو صاير معك شيء أو عندك أي مشكلة. بهيدي الصيغة فيك تختاري وحدة، ولكن كلهم نفس المفهوم أو نفس المعنى. خلال تجاهله بترسلي له هيدي العبارة مرة واحدة فقط، مش أكتر من مرة، لأنه إذا أكتر من مرة هون صرتي عم بتلاحقي وعم تتزللي له، وهيدا الشيء ما بدنا إياه يصير. بهالعبارة لما تسألي كيف معنوياتك أو هل نفسيتك مرتاحة أو هل أنت بخير، هون أنت شو عم تعملي لما تبعتي له هالعبارة سواء واتساب أو على التليفون؟ عم بتحسسي انه انت بكامل معنوياتك وانت كتير منيحة ونفسيتك مش تعباني، ولكن انت صراحة يعني حاملة همه هل هو هيدا التجاهل او هيدا التغير، هل هو صاير معه مشكلة، هل هو بخير او شو صاير معه.
هون عم تفتحي له باب لتساؤلات. هو متوقع لما يتجاهلك انه انت ترجعي وتبعتي له مسجز وتقولي له انا نفسيتي تعبانه وانا مدمره وانا محطمه وليه عم تتجاهلني، هيدا الشيء اللي هو بده اياه، سواء كان عم يتجاهلك لانه بحبك او ما بحبك. بالجميع الاسباب لازم تتصرفي هيدي التصرفات. هون هيدا الرجل رح يعرف انه انت بكامل قواك، انه انت مش متأثرة وبالفعل عم بتحطيه بموقف محرج. شو ممكن يجاوب؟ ممكن يجاوبك بخير او الحمد لله او مشغول او لا عم تسألي. شو ما يجاوب اختفي. من بعد ما يجاوبك اختفي، وحتى اذا ما جاوب ايضا اختفي. هون شو عملتي انت؟ هون قلبت السحر على الساحر. بدلا من ما هو يتجاهلك انت تجاهلتي، واذا بقى مستمر وما رد على سؤالك بتنتقلي فورا للخطوة الثانية الا وهي الصمت التكتيكي. نحن حكينا كتير عن الصمت العقابي والصمت اللي هو بمعنى الاختفاء أو الغياب، ولكن اليوم عم نحكي عن الصمت التكتيكي. الصمت التكتيكي شو يعني؟ يعني على مراحل. من بعد تجاهله لفترة معينة قلنا بترسلي عبارة وحدة وبتتواصلي معه مرة وحدة بعد فترة، مش دايما ومش بفترة قريبة. من بعد هيدي الفترة لما ترسلي هيدي العبارة، هو مثل ما قلنا رح يرد أو مش رح يرد أبدا. على كل الأحوال هون من بعدها بتنتقلي فورا لمدة معينة من الاختفاء، تتراوح ما بين أسبوع لأسبوعين كحد أقصى اختفاء كلي عن وسائل التواصل، عن الستوري، عن التفاعل مع منشوراته، ومن بعدها عودة إيجابية. العودة أنا بسميها هيدي كل شيء مغير فيكي، شكلك، ستايلك، الصور، الستيتوس أو الستوريز أو المنشورات اللي كلها فرح واللي كلها سعادة واللي كلها إيجابية. هون هو رح يتساءل إنه أنت اختفيت فترة ومن بعدها رجعت بهيدي الطاقة الإيجابية، معناتها صار في شيء بحياتك. هل دخل حب جديد على حياتها؟ هيدا الغموض بهيدي الفرحة والعودة بعد اختفاء هي أفضل مما أنك دغري تبلشي تنشري منشورات السعادة والإيجابية. لا، لأنه هون رح يعرف ممكن أنك عم بتمثلي. هو مش غبي أبدا، ولكن اختفائك وغموضك لفترة موصول بعبارة هل أنت بخير كلها رح تفتح له باب تساؤلات. وصدقيني إذا كان بحبك 1% رح تلاقيه فورا رح يتواصل معي، وأما إذا ما بحبك فشو ما تعمل من حيل ومن خطوات هو لم ولن يتواصل معك. وعلى الحالتين هيدول الخطوات بحافظوا على كرامتك سواء كان بحبك أو ما بحبك. طبعا اشتركوا بالقناة، اعملوا لايك. أنا بشوفكم بفيديو تاني وإلى اللقاء.